مشاهدينا الكرام ومشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. نحن معكم مباشرة من طرابلس، وتحديدا من سوق عزمي في طرابلس. نجول وإياكم ونرى هذه الزحمة وأجواء العيد التي يعني افتقرتها المدينة، أو بالأحرى كل الأسواق اللبنانية افتقرت هذا المشهد في الآونة الأخيرة. هون بشارع عزمي يعني فينا نقول من زمان كتير ما شفنا مشهدنا هيدي العجقة، خصوصا هلا نحن بالساعة 11. اكيد هيدا طبعا هيدي المشهد كله بفضل الاعياد، يعني هيدا اسبوع الاعياد، سواء كان عيد الفطر ام مرحبا صبايا، شو جايين تعملوا هون؟ لا مرحبا صبايا، شو جايين تعملوا هون؟ نتسوق. ما شايفكم متسوقين شيء. ايه هلا. بس سوري ما بحب اتسوق. اوكي. ثانك يو. مثل ما عم نشوف عن جد في كثير زحمة، ولكن بنفس الوقت بدنا نعرف هل العالم عم تتسوق ام لا. مرحبا مدام، شو عم تعملي بالسوق؟ عم تتسوقي ولا لا؟ عم نتسوق وعم نشوف الاسعار. سوقتي شيء ولا لا؟ يعني شوي هيك. من الكيس. كيف عم تلاقي الاجواء؟ الاجواء حلوه واسعار نار اكيد، يعني زمان ما شفنا شارع عزمه بهالروحيه والعجقه هالعجقه للصبح. اسم الله سهرانين ان شاء الله يا رب تنعاد على ايامنا بالخير. عم بيكون في غلا، عم تقدري مثلا؟ ايه كثير غلا، وكل محل عنده فرق الدولار شيء، يعني ناس ب 100 ناس 100 و2000 ناس 97، ما في توحيد بالاسعار. يعني حتى فرق الدولار بيفرق معنا، ودائما من محل لمحل 5 دولار زياده دائما بين المحل والمحل 10 دولار. كمان ما في طبيعي تنعاد على ايامك يا رب. شكرا لك، نعاد عليك. مرحبا صبايا، كان احكي معك اسالكم شيء؟ كان اسالكم شيء؟ مشاهدينا الكرام، نحن بعدنا معكم بهيدا. إذن نحن بعدنا معكم بهيدا النقل المباشر، عم نتجول هلا بشارع عزمي.
أجواء جدا حيوية بالفعل عم تشهدها هيدي الشوارع يلي بالفترة الأخيرة كانت كتير شاحبة، ولكن للأمانة هلا عم ترجع الحياة لها، ترجع الروح اللي كانت موجودة عليها من سنوات ما قبل الأزمة. طبعا بغض النظر كمان عن مرحبا مدى، بدنا نسألك شيء؟ ما منطلع بشي. كيف عم تشوف الأجواء بالأزمة؟ بتجنن عجا كتير. كيف عم تكون الأسعار وغيره؟ غالية كتير. قدرت تجيبي اللي أنت أصلا بدك جاي كرماله؟ لا ولا أصلا ما لقيت اللي بدي إياه أصلا. يلا موفقة، ينعاد عليكم. رغم انه فعليا في كتير يعني مواطنين عم يستغلوا او مش قدرتهم حتى انهم يتسوقوا، ولكن ما فينا ننكر ابدا انه مثل ما حكينا من شوي، كنا عم نحكي من شوي انه الاجواء الحلوة والحياة فينا نقول عن جد رجعت بشكل كتير واضح على هيدي الشوارع بمدينة طرابلس. بلشت الدنيا تشتي كمان. هاي مساء الخير، احنا لايف. ديري يعطيكم العافيه. كيف عم تكون الاجواء؟ والله حلوه مثل ما انا شايفه. قد ايه في ناس اليوم بحاجه انها تتعطر؟ كثير بليز كل البلد بليز، هذا مطلب شعبي. يعني الحركه ان شاء الله لقدام بتصير احسن، لانه ما صرنا شويه وقت عم ننزل بعد الافطار، بس انه هلا كمان في عيدين يعني هيك يس شور الباك وعيد الفطر، فنعاد على كل العالم صحه وسلامه، ونحن ناطرين الكل برويال روز طبعا هون احلى بارفان. يا هلا عليك. ثانك يو وعليكم يعطيكم العافيه. يا هلا. أنا نفرد نجرب نفوت على المحلات. مرحبا، كل عام وانت بخير. انت بخير يا رب. كيف عم تكون الأجواء؟ منيحة مقبولة. هلا مرقت فترة كل هون التجار عم ينقوا إن شاء الله تكون هالمرة. شو عم ينقوا؟ ما في شغل. هلا هو ما في شغل محل كده، بس منا لكن في عجقة كتير. في عجقة بس هيك يعني العالم ضيقة خلقة، بتنزل بتتفرج يعني ما أكتر تشتري يعني. قديش نسبة اللي عم يشتروا عن جد اللي عم يشتروا من 10%؟ كيف لهالدرجة؟ ما في اسا ما حركت، بس بتحرك اسا شي 10 ايام 5 ايام. هلا هلا بعيدين يعني في عن 3 اعياد فيك تقول. في ازمة اخي، في ازمة ما عم يمشي. قديش عم تكون الاسعار؟ يلي بده يشتري بيشتري، كان يشتري 3 تفواج بيجيب فوج بيقول ضب على حالي وبقتنع. الاسعار حسب يعني اليوم اذا بدنا نقول حدا بده يشتري مثلا تيشيرت يعني تعمل حسابك تيشيرت وبنطلون وشوز بال $70 $60 هيك الاسعار.
ما حدا عم يقدر يتقبل هيدا الأسعار. دغري بيضرب على اللبناني بضغط 70 دولار 7 مليون وبيقلب راسه يوجعه راسه الواحد. بعد في عالم مفكر أنه ممكن تيجي تشتري على الليرة؟ لا ما حدا عم يشتري على الليرة. لا بعد في ناس هديك الموسم كنا نبيع أحمل غلة لبناني هلا ما حدا عم يدفع كله عم يدفع دولار لأنه اللي عم يشتري هو أساسا معه دولار. متأمنين خير للأيام الجاية؟ إن شاء الله أكيد. ما عنا إنه شعبنا بيحب يعيش وبده يلبس وبده يعمل بده بس ما هلا خفيف بس بيومين ثلاثة ما بعرف شو بيصير. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما عم نشوف حتى يعني مثل ما عم نشوف ال يعني أصحاب المحلات عم بيقولوا إنه في عجقة ولكن هيدي العجقة عم تكون على الفاضي. 10% فقط من يلي هني عم يتجولوا أصلا بالسوق هني بيكونوا بهدف إنهم بالفعل أو بالأحرى عم يقدروا يشتروا لأنه كله على الدولار. هو صار معروف أصلا بلبنان إنه كل شيء صار على الدولار. ولكن يلي فينا عن جد نقوله الشيء الحلو يلي عم بيكون إنه الأجواء عم بتكون رجعت تستعيد لرونقة خصوصا انه هيدي الشوارع شارع عزمي الأساسي او حتى هون شارع قاضيشة اللي هو بموازاة شارع عزمي. هيدي الشوارع اللي كانت معودين عليها أهالي طرابلس وكل الشمال انه هي تكون شريان أساسي وحيوي بعد ما كانت لفترة كتير طويلة امتدت لسنوات هيدي ببعض الأوقات تتحول لمدينة أشباح. اليوم عم ترجع تستعيد هيدي الحياة وكان بالفعل ان الزحمة الكبيرة والعجقة كانت خير دليل على هيدا الشيء. هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام. لكل جديد ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشنال. كان معكم غسان فرن. الى اللقاء.